أعلنت شركة مايكروسوفت أن جهاز هولولينس أول كمبيوتر ذاتي ثلاثي الأبعاد في العالم متاح الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة للمطورين والمبدعين، وذلك بهدف تحقيق أفكارهم. ويعد الكمبيوتر القائم على نظام تشغيل ويندوز قفزة نوعية إلى الأمام في عالم الحلول الحوسبية، وباستطاعته ابتكار طرق تفاعلية عالية الوضوح بصور ثلاثية الأبعاد.